مرحبا، حلقة جديدة من سفرة شهية. عنا طبقين اليوم مميزين جدا. أول طبق رح نعمل دجاج ويليامز اللي فيه صدر دجاج مطحون، وبقلبها صدر دجاج في عنا حشوة كتير طيبة. أول شغلة أساسية فيها هي خل الكرز، بيعطيني هالنكهة الأسيديتي الطيبة. رح حط بصل، فليفلة صفرة، فليفلة حمراء مع فليفلة خضراء، ورح حط لوز مبروش. كل هالحشوة هيدي، كل هالكومبينيشن رح تعطيني طعمة طيبة. وبسياق الحلقة نحن وياكم منطبق هالطبق الطيب، دجاج ويليامز بحشوة الفلفل. نحن بحاجة لصدر دجاج مطحون، لوز مبروش، كعك ناعم، ملعقة من الطحين، ملعقة من بهار الدجاج. للحشوة بدنا فليفلة ملونة، بدنا زيت زيتون مع زيت نباتي ما يعادل ملعقتين كبار، بدنا ملح حسب الرغبة، وبدنا بهار حسب الرغبة، خل الكرز فنجان قهوة، ملعقة من الطحين، ملعقة من بهار الدجاج، واللوز، الحساء الأخضر، 4 حبات هليون طازج، حبة بروكولي حجم كبير، 3 حبات بصل أخضر، حبتين من الثوم المفروم، 3 حبوب من الفطر البري، زيت زيتون، زيت نباتي ما يعادل ملعقتين، 0.5 لتر مرق دجاج، 100 ملليلتر من الكريمة طازجة. بالنسبة للطبق الثاني، شو رأيكم اليوم نعمل صحن شوربة؟ رح سميه الأخضر، شوربة خضراء. رح حط فيها بروكولي، هليون، بصل أخضر، بس رح اسمح أنه الفطر يتدخل بقلبها، بس رح يكون مطحون ويعطيني هالنكهة الوايلد، هالنكهة البرية. دايماً الفطر على أنواعه بقلب الطبق، وخصوصاً لما عرضه للحرارة بحس فيه مثل طعمة الفيمي، يعني هالشي الوايلد البري اللي بيعطيني هالنكهة الطيبة. رح بلش أول شيء أنا وياكم بالحشوة اللي مكوناتها بصل مع فليفلة مع خل الكرز، وطبعاً رح حط لها شوية ملح خشن على النار نحن وعم نقليها. لنحضر حشوتنا نحن بحاجة لبصل أبيض، بحاجة لفليفلة حمراء، فليفلة خضراء مع فليفلة صفراء، وشوية خل الكرز. هيدي هي حشوة دجاج ويليامز. وبالنسبة لعجينة الدجاج، نحن بحاجة لدجاج مطحون، بحاجة لطحين، كعك ناعم، ولوز مبروش، وطبعاً الملح والبهار دايماً بده يكونوا موجودين عنا. بالنسبة لنوع البهار، فيني استعمل بهار أسود حر مطحون أو بهار أبيض مطحون، بكلا الحالتين بيطلع عندي صنف دجاج طيب. بلش أنا وياكم بالحشوة. البصل الناعم ممكن تكون البصل الأبيض، وفيني استعمل له كمان البصل الأخضر. مثل ما حكينا مرة الماضي، قد ما بقدر أنا وعم بفرم البصل كون معلي راسي، هيدا الشيء بيسمح لي إنه ما أبكي أنا وعم بفرمه. شرحات الفليفلة الصفراء، شرحات الفليفلة الخضراء. هلأ نحنا بموسم شوي الجريب ضارب، وفي دراسات بتقول إنه الفليفلة غني بالفيتامين سي لدرجة كتير كتير عالية، يعني ممكن تغنيني حبة فليفلة عن كيلو ليمون و6-7 حبات كيوي، وهيدا الشيء صحياً بفيدني كتير. بالنسبة لأصناف الفليفلة كلها، هي أصناف متجنسة مع بعضها، الطعم بتختلف بقليل من السكر الزائد. يعني لما يكون عندي فليفلة صفرة أو حمراء، خصوصاً إذا كان مصدرها مش وطني، مستوردة أسيوية، ممكن تكون نسبة السكر شوي أعلى من غيرها، وفترة الاستواء هي ذاتها. يعني بقدر أخلط الفليفلة الملونة كلها سوا مع بعضها أنا وعم ستويها على النار. وبالنسبة للقلية، ممكن قلي بزيت زيتون، وممكن قلي بزيت نباتي، الاثنين بيعطوني طعمة طيبة. هلأ أهم من هيدا كله هالنوع الخل اللي رح استعمله اليوم، اللي هو خل الكرز. هلأ لما منصير أنا وياكم على النار بخبركم قديش طيب هيدا الخل، وكيف لازم عرضه لشوية حرارة. يعني القلية على النار، البصل عم يتقلى، الفليفلة عم تتقلى، الخضرة صارت الدنتي 3/4 الاستواء تقريبا، بطفي النار وبحط خل الكرز. خل الكرز بيتجانس مع
هالمواد الدهنية المحطوطة مع الفليفلة المحطوطة وبيعطيني جو كتير طيب، وخاصة إذا عندي دجاج مطحون في بقلبه شوية كعك، ملح وبهار، نقطة كريمة صغيرة، عملت عجينة تركتها تبرد شوي صغيرة، الحشوة بردت قرصتها، وهلأ جايب لكم معي كمان سوربريس صغيرة لتشوفوا كيف رح نشتغل على الشيب، على شكل الحبة والقطعة اللي عم نحضرها. كرمال تعدل معي النكهة رح استعمل الزيت مشترك، شوية زيت نباتي وشوية زيت زيتون. بهالطريقة لا بيزعل زيت النباتي ولا بيزعل زيت الزيتون. الخضار ممكن تنحط بقلب المقلاية أو الطنجرة قبل ما يحمى الزيت. لما بدي احط القلية على النار يستحسن انه يكون النار تبعولي قوية والطنجرة موجودة، الزيت بلش يحمى، حطيت الحشوة بقلبها ان كانت بصل او ثوم او زنجبيل، لما بلش اسمع هيدا الصوت يعني صوت اندماج الزيت مع البصل بتبلش القلية تبعنا تكون النكهة الطبيعية تبعها، بصير فيني خفف للنار شوي صغيرة. زيت السخن او السمنة او الزبدة لما تكون حامية وتتجانس وتفوت مع حشوة البصل أو اللحمة أو الدجاج بتبلش هالإفرازات كلها تبع النكهة تبين معي، هون بتبلش تأسس النكهة تبعولي، يعني هنا تكمن النكهة، بتبلش تتكون عندي نكهة الطبخة الطيبة. وفعلياً هيدي الأشياء أساسية، يعني إذا أنا عندي قلية كمية الزيت فيها مزبوط، كمية البصل مزبوط مع الثوم مع اللحمة أو مع الخضرة، من هون ببلش الرسيم، بلش أسس لطبخة تطلع طعمتها طيبة، أكلتها باردة أو سخنة، أكلتها اليوم أو أكلتها بكرة، بتضل الطعمة والنكهة موجودة، البداية من هون، طنجرة سخنة، مواد دهنية طيبة، الخضار محطوطة عم تتقلى، بيتكون عندي طبخة كاملة متكاملة. بين البصل والفليفلة بدي تقريبا فترة شي دقيقة أو دقيقة ونص، ومثل ما قلت لكم الفليفلة على أنواعها ممكن حطها مع بعضها على النار. رشة ملح خشن، ملح الخشن على الحرارة بيدوب، عم حضر معي قنينة خل الكرز، خلي الكرز بيجي سميك بسماكة دبس الرمان، ممكن استبدله ببعض الظروف وببعض الحالات بشوية دبس الرمان، بس النكهة المضبوطة اللي بدها تطلع معي اليوم المكونات تبعها زيت زيتون مع زيت نباتي سوية، بصل، فليفلة ملونة مقلية، ودبس أو خل الكرز. شغلة أساسية أنا عم حضر الأطباق تبعولي أقدر أقسم وقتي، يعني نحن حطينا الحشوة على النار لنتركها تبرد، إذا حضرنا عجينة الدجاج ما يكون الحشوة كتير سخنة والدجاج كتير بارد، هذا الشيء بيأثر كتير على الجودة والنوعية. بنفس الوقت رح حط الشوربة على النار كرمال كمان عامل الوقت. البصل الأخضر عنده نكهة مختلفة شوي عن البصل الأبيض إن كان بالطعمة أو بسلاسة الطبخة اللي بتطلع عندي. بالنسبة للفرم أي حجم أو أي شكل، الشوربات في إلها مبدأين، المبدأ الأول هو المطحون، ما بتفرق معي كيف معقولة قطع حجم أو شكل الخضار إن كان بصل أو هليون أو بروكولي أو فطر مثل ما رح أعمل أنا اليوم بهمني بس أفرمهم قطع صغيرة
وكتير أساسي إنه قطع الخضرة شرحات أو قطع، لأنه المسام تبعها بتفتح والنكهة تكمن بقلب هالمسام هيدي. يعني كل ما قطعت الخضرة قطع وأشكال مختلفة، كل ما طلع معي نكهة مختلفة. بروكولي الجزع تبعه مني كتير بحاجة لإله، بضل عندي زهرات البروكولي. صار عنا بصل مع بروكولي، بحط لها حبتين توم. أيام كتير تختلف معي المكونات، يعني منكون على مبدأ أول، نرجع نحن عم نطبق الطبخة منقول شو رأيكم نحط برشة جنجر، برشة الجنجر تعطيني نكهة كتير طيبة، أو بدنا نحط لها اليوم رشة كمون صغيرة مع عصرة حامض. حيلا نوع شوربة لما تخلص معكم، إذا ما فيها كريمة جربوا لها عصرة حامض مع رشة كمون وشوفوا شو النكهة الطيبة اللي بتطلع فيها. الفليفلة عم تتقلى، عم تتحرقص، بلشت تدبل معي على النار. مجرد ما تبلش الفليفلة تدبل والبخار يطلع منها، بلش تفرز المي اللي أنا مني بحاجة لها وتتختر النكهة تبعولها. حطينا لها رشة ملح، رح نحط لها طحنة بهار. الفليفلة مع البصل فترة 7 دقايق كفيلين انه يستوها، يخلي الفليفلة تدبل، تشيل المي الطبيعية الموجودة بقلبها وتعمل تختر للنكهة بقلب كل قطعة. للشوربة رح استعمل نفس التقنية بالمواد الدهنية، شوية زيت زيتون مع شوية زيت نباتي. دايما نبلش بقلية البصل، إذا بقيت الفليفلة والبصل شوي صغيرة الدنتي مش غلط، هيدا الشيء كمان بيعطيني طعمة طيبة. طفيت النار تحت الحشوة وحطيت لها خل الكرز. لو انتم موجودين معي بالاستوديو كنتوا بتسمعوا أصوات هالتجانس بين المواد الدهنية والخل الأسيد اللي طلع منه مع هالريحة الحلوة. لما تتعرض الخل خصوصا خل الكرز بيكون سميك شوي، أو دبس الرمان لما بيتعرضوا لحرارة معينة بيطلعوا أروم حلو كتير. حشوتنا جاهزة، منزيحها على جنب الغاز ومنتركها تبرد. قلية البصل، زيت زيتون، زيت نباتي، رح ركب أنا وياكم لشوربة شهية. حصين 3 من الثوم، بما انه كنت عم قلكم انه الفطر بري رح اشتغله كمان وقطعه بطريقه هالقد هيك عشوائيه وبريه، وهي طريقه رائعه جدا. حطينا بصل، ثوم، حطينا حبوب الفطر، محضر على النار مرقه، غليت قطع الدجاج اليوم الصبح طلع منه مرقة الدجاج كتير طيبة، لأنه شوربة الخضرة اللي أنا عم بعملها أو الجرين اللي أنا عم حضره اليوم عم حضره بنكهة الدجاج. بما أنه الطبق الأساسي تبع الدجاج، عم نجرب نخلي كل الأطباق اللي عم نحضرهم يكونوا أوموجين مع بعضهم. بصل، ثوم، فطر،
بروكولي مثل ما قلت لكم. حجم القطعة وشكلها ما كتير مهم لأنه بالآخر رح تنطحن كل هيدي الشوربة وكل الخواص وكل النكهة رح تطلع بقلبها. رح استعمل نفس الأسلوب، بقطع حبوب الهليون، ودايما هيدا جزء الهليون ما له استعمال لأنه كتير قاسي، بينما البراعم، براعم الهليون اللي بتكون على الراس فيها شكل وطعمه كتير طيبة. وهيدا الهليون وطني، يعني أنا استغربت إنه اليوم الصبح شفتهم كاتبين هليون وطني، حبيت العبارة وحبيت الفكرة. من أرضنا طبعا طعمته تجي شوي ميلة على الحموضة، وهيدا شيء له علاقة بالتربة. أنا سألت عنها قالوا لي نكهة الحامض كل ما زادت بحبوب الهليون بيكون سببها التربة اللي مزروعة بقلبها. مثل ما شفتوا الألوان شهية، الفطر مع الهليون مع البروكولي مع البصل مع الثوم، كل هالفاميليا هي، كل هالعائلة هيدي رح تعطيني طعمة شوربة كتير طيبة، وخاصة لما حط لها مرق الدجاج. بحرك تحريكي وحدة، بسكر على الطنجرة وبنطرها فترة 10 دقايق كحد أقصى تتندمج كل هالخضرة تستوي وتتفتت أليافة، وبروح أنا وياكم لحشوة الدجاج. حشوة الدجاج أو عجينة الدجاج اللي بدي أحشي بقلبها الفليفلة، مكوناتها دجاج مطحون، ملعقة طحين، ملعقة بهار دجاج، لوز وكعك، ومحضر كمان محضر البونز او عظام الجوانح. هول العظام رح حطهم بقلب قطعه الدجاج، هدفهم الوحيد بس يعطوني شكل كتير قريب من حبه النجاس. دجاج مطحون، ملح، بهار أسود مطحون، بهار الدجاج، ملعقة طحين، وملعقتين من الكعك. الحشوة العجينة اليوم أنا رح استعملها لشيء اسمه دجاج ويليامز، بينما هي ذاتها هيدي الحشوة في إلها بقلب المطبخ استعمالات كتير. فيني أعمل فيها اسكالوب دجاج كوردون بلو، وفيني أعمل فيها رقائق أو دجاج كروكيت. يعني العجينة من برا لما تخلص فيني لفها روستو مع فستق حلبي، فيني أحط لها جزر. المطبخ هو فن وأسلوب إدماج مواد غذائية مع بعضها للحصول على نكهة طيبة. في أشخاص بيسألوني شيف هيدي منحط لها توم ولا ما منحط لها؟ منحط لها بصل ولا لا؟ الأروم أو النكهة اللي بتعطيني إياها البصل والتوم نكهة عظيمة وطيبة جدا. وهلأ عم شم الريحة تبع الشوربة، طلع عندي فعلا ريحة حلوة كتير، ريحة البروكولي مع الهليون مع المرقة مع الفطر، فعلا ريحة حلوة كتير، وأكيد النكهة والطعمة رح تطلع طيبة. عجينة الدجاج فيها دجاج مطحون، ملح، بهار، كعك، وملعقة طحين. حشوة الفليفلة مع البصل مع شوية ملح شوية بهار، والشغلة الأساسية اللي موجودة والنكهة الطيبة الموجودة بقلب هاي الفليفلة أخذتها من خل الكرز.
بعمل كور من عجينة الدجاج تقريبا حجم الكورة شي 40 أو 50 جرام. بلش بنقرها كأني عم بنقر كبة. بعمل هيدي التجويفة، بحط حشوة الفليفلة بكعبة، برجع بكبس الفليفلة لجوا تقدر رق قد ما بقدر عجينة الدجاج، بسكرها. حعمل هيدي العملية أنا وياكم أكتر من مرة. برجع بجيب البونز وبشكها بنص العجينة، بلتة باللوز. وأهم شيء وأكتر شيء صحي رح نعمله اليوم إنه هيدي القطعة رح تفوت معنا على قلب الفرن، رح تنشوي يتحمص اللوز وتعطيني الطعمة الشهية اللي أنا عم بتطلع لها. بعد ما نخلص تحضيراتنا فرننا لازم يكون حار، يعني اول ما بنبلش بانه نقرص قطع الدجاج قبل ما نلتهم باللوز بنحمي الفرن. دايما لحيلا استعمال انا بحاجه فيه لفرن، لازم الفرن تبعي يكون حامي على 180 درجه كرمال المواد الغذائيه والمي الطبيعيه اللي موجوده بقلبها تضلها موجوده جوا. لازم تفوت لعندي الدجاج او اللحمه او السمك على فرن حامي. حضرنا أربع قطع من الدجاج، مبين اللوز اللي نازل منهم. إذا قررت إني أقلي القطعة لازم أقليها قبل ما أحط عليها اللوز، برجع بمرغها بشوية خردل وبحط عليها اللوز المبروش. وإذا بدي أعمل أكل صحي من هيدا الطبق مثل ما نحن عملنا اليوم لازم نشويها بقلب الفرن 180 درجة، بدها تقريبا فترة شي 15 دقيقة لأنه هيدا الدجاج مسحب من العظم ومطحون، يعني الألياف تبعه كتير طرية لدرجة أنه بتفوت بقلبها الحرارة بتستويها وبتفتفتها وبتعطيها الطعمة طيبة. رح كمل أنا وياكم على النار. شوربتنا غليت، بروكولي استوى، الهليون استوى، الفطر أكيد استوى أول شيء مع البصل والثوم. عنا ريحة حلوة، أنا بستمتع كتير أنا وعم بطبخ إني اشتم هالروايح الحلوة، ومع الوقت بنصير نكتسب خبرة من ريحة الطبخة هي وطالعة، قديش هالخضرة بتفرز روايح وبتفرز فيتامينات ونكهات بقلب المرق، وبيرجع المرق بيغلي وبيطلع منه هالبخار بيعطينا الريحة طيبة. الشغلة اللي ناقصتنا لطبقنا اليوم هي شوية كريمة بيضة. أنا لما بقول شوية كريمة على مفهومي يعني كبيت كريمة كتير كبيرة. ما لازم خلي الكريمة تغلي كتير. بعد ما حطها بعملها تحريكة وحدة، النار والعينة
هاند ميكسر. عدد كتير كبير من الشوربات منه بحاجة لا للطحين ولا للنشا كرمال يعمل سماكة أو يعمل ليزون. الشوربة اللي أنا عملتها اليوم أخذت سماكتها من البروكولي المطحون مع الهليون مع الفطر مع الكريمة الطازة اللي ضفتها بالآخر. محضر على جنب قطعة خبز مرقوق ملفوفة، رح أقطعها بشكل مثلثات وحطها فوق الشوربة تبولي، ومحضر شوية جروزاي مع القليل من الأنات والهيربس وهيدي الأشياء اللي بتعطي رونق باللمسة الأخيرة للشوربة تبعنا. ريحة الشوربة رائعة جدا، مكوناتها كفيلين إنه يعطوني طعمة وريحة عن جد شهية وطيبة. عادة الشوربة بدها فترة شي 20 دقيقة، ممكن قبل ما يحين وقت الفطور أو السحور أو العشاء نحضر الشوربة تبعنا حتى اللون تبعها أخضر فاتح، الكريمة ظاهرة، الفطر ظاهر، الهليون مع البروكولي. تركت عندي حبة هليون كبيرة كرمال زين طبقي. محضر شقفة خبزة مثل ما قلت لكم، وبالآخر شرحة صغيرة من السيبولات. طلع عندي صحن شوربة بالهليون مع البروكولي، شوية بصل وثوم كرمال الأروم، حطينا لها فطر وكريمة طازة، ملح مع برشة بهار أسود صغيرة. فيني أعطي إضافات كتير، ممكن أبرش شوية حامض، كمان أروم الحامض أو أروم البرتقال بيعطيني على الوجه ريحة حلوة ونكهة طيبة. ممكن أبرش شوية الجنجر بآخر الطبق أو بأوله. مثل ما انكم عارفين في عندي بقلب الفرن الدجاجات، الدجاج ويليامز بشكل نجاصة، حاطين له قرمية من عظمة الجانح، حاطين له حشوة كتير طيبة فيها فليفلة بصل خل الكرز ملح مع بهار، ولتيناه ببرش اللوز. الصوت تبع قطعة الدجاج عم تتناغم مع الحرارة مع المي الطبيعية اللي موجودة فيها حلو كتير، حتى الشكل تبعهم طلع عندي 4 قطع. اللوز اتحمص، الدجاج استوى، الفليفله الملونه مع خل الكرز بقلب حشوه هالدجاج بيكون عطى افرازات هي وعم تحمى قطعه الدجاج مع الفليفله، وهنا تكمن النكهه. اكيد بيعطيني هيدا الشيء نكهه كثير طيبه. دجاج ويليامز مكوناته دجاج مطحون معه كعك طحين ملح وبهار أسود مطحون حار، الحشوة تبعه فيها بصل مع فليفلة مع خل الكرز. رح ننتلو رح زينه بشوي من الشمندر البراعم. هديك الساعة أنا وعم حضرهم شفت إنه اللوز المحطوط بهالشكل عطى شكل حلو للطبق،
حلقتنا لليوم أشرفت على نهايتها، محضرين فيها طبقين شهيين، عملنا دجاج الويليامز حشوة الفليفلة. بس الحشوة الفليفلة ممكن تتغير، ممكن أعمل لحمة مفرومة مع كريمة، ممكن أعمل فطر. الحشاوي بتختلف بحسب ما نحن بدنا، بس المبدأ واحد، دجاج مطحون حشوة باردة بقلبه. هذا طبقنا لليوم، دجاج ويليامز باللوز، شوربة الهليون مع البروكولي، سفرة غنية من سفرة شهية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهالوصفة وبهالمواد المستعملينها. إلى اللقاء بحلقة جديدة.